وللحديث عن هذا النجاح الكبير بينضم إلينا عبر الهاتف الناقد الفني الأستاذ عصام زكريا. أستاذ عصام مساء الخير، ويعني في البداية عايزين نعرف منك كناقد فني، شفت إزاي دراما رمضان السنة دي؟ مساء الخير وكل سنة وانتم طيبين. حضرتك طيب. المشاهدين الحقيقة السنة دي يعني من ناحية كم ومن ناحية كيف يعني حاجات ملفتة جدا، في عدد معقول جدا من الأعمال، يعتبر عدد كبير. صحيح يمكن قبل كده كان في عدد كبير جدا من المسلسلات أكثر من احتمال المشاهدين، لكن أعتقد إن العدد اللي موجود دلوقتي يعني لسه كبير جدا، يعني ممكن حتى كمان يقل شوية. طيب احنا شفنا ان في تنوع يا استاذ عصام السنه دي يعني في الاعمال الدراميه اللي قدمتها الشركه المتحده، كلمني عن هذا التنوع، يعني قول لي انت رؤيتك. يعني من ناحيه الكم طبعا عدد كبير، من ناحيه الكيف في تنوع برضو ملحوظ جدا. يعني عندنا انواع فنيه كثيره، يعني من التاريخي للاجتماعي للاكشن للخيالي الفانتازيا للكوميديا للدراما الجادة. يعني الحقيقة في نقدر نقول مائدة عامرة كده بكل الأذواق، وأعتقد أن كل مشاهد ممكن يلاقي حاجة تناسبه أو أكتر من حاجة يعني ممكن تناسبه. وأعتقد أنه عدد كبير من هذه الأعمال ظل كمان بعد رمضان يعرض بنجاح. يعني زي ايه؟ ايه اللي بتتوقف امامه وشايف ان هو لا حتى بعد رمضان يعني هيفضل له الوهج بتاعه؟ عندنا الحشاشين طبعا، عندنا بدون سابق انذار، عندنا جودر، عندنا مسار اجباري، ولحظه غضب كانوا في النصف الاول من الشهر. دول في تصوري يعني انهم حاجات مميزة جدا. نعم. في حاجات أخرى برضو يعني، لكن يعني إذا يعني بتاخد رأيي كده في الأولويات أنا يعني أعتقد إن الخمس ست أعمال دول طيب يعني حضرتك جدا. ذكرت منهم عملين إنتاج ضخم للغاية، وإنتاج ضخم وحقيقي يعني طبعا يهمني اعرف رايك انت فيه، لكن يعني احنا كمشاهدين بنتفرج ومش لنقاد ولا حاجه، بس واحنا مشاهدين بنتفرج على الحشاشين وعلى جودر احنا عندنا حاله من الابهار، من ازياء لحوار لاداء وتمثيل لانتاج ضخم ضخم وتصوير واماكن. يعني قول لي برضو انت يعني وحياتك بتذكر العملين دول وانتاجهم، شايف ازاي انه مصر فعلا يعني بتنتج اعمال بهذا الحجم على مستوى عالمي جدا؟ صحيح انا معاكي، يعني هما طبعا العملين فيهم ابهار انتاجي ضخم، يضاف الى الحشاشين كمان اكتر من الانتاج القصه والتمثيل وتوفر كل العناصر الفنيه بشكل جيد جدا. وانا حتى كاتب مقال النهارده يعني عن انه هذا المسلسل عنده فرصه ذهبيه للوصول الى العالميه فعلا بعد نهايه الشهر. فعلا يعني لازم يتم التفاوض مع احدى المنصات العالميه لاعاده ترتيب الحلقات، يعني زمنيا وعرضها يعني انها ممكن الحلقات تطول وعدد الحلقات يقل شويه او ايا كان يعني نوع التفاوض مع المنصه. لكن اعتقد انه هذا العمل عنده فرصه كبيره جدا انه يعرض على منصه عالميه كبيره، وفي رايي الشخصي كناقد يعني بموضوعية شديدة انه لا يقل عن اي عمل عالمي بأي فعلا. هو كمان هو يعني بيتحداك فكريا، هو بيشغل دماغك هو ده كمشاهد. اجمل ما فيه بيستفز عقلك انه يفكر ويشوق. يعني هي دي يعني سمة لازم تكون موجودة في الاعمال الكبيرة العظيمة، انه في اثارة للعقل وللتفكير. أنا ما بمليش على المشاهدين يحبوا مين ويكرهوا طبعًا. مين، ولكن أنا كل شخصية مهما كانت من حقها إن هي تعبر عن نفسها وإن أنا أفهمها، مهما كانت الشخصية أنا مش متفق معاها أو بعتقد إن هي شريرة أو إن هي مدمرة، لكن
لازم الدراما هي ان احنا نفهم هذه الشخصيات، لان احنا لازم نفهم الناس دي، لانه الموضوع مش ان هم اوكي يعني هو في ارهاب، في تطرف، في تخلف، كل الحاجات اللي احنا ممكن نوسمهم بيها، ولكن الاهم ان احنا نفهم الناس دي بتتشكل ازاي، الناس دي بتغسل دماغها ازاي، الناس دي بتبدا ممكن باهداف نبيله ولكن تتحول الى الجانب المظلم والى الجانب الشيطاني ازاي. صح صح. فهنا المسلسل بيساعدنا على كده، ويتجاوز بقى الموضوع اللي بيدور حواليه او الشخصيه اللي بيتناولها، لانه يبقى موضوع انساني ممكن يهم الناس في اي مكان في العالم. نعم. طيب في حاجة تانية كمان السنة دي لاحظناها في الدراما، إعطاء الفرصة للشباب والفرصة كاملة. عندنا يمكن أبرز مثال على ده مسار إجباري والشباب اللي طالع جديد، يعني أحمد داش وعصام عمر، قد إيه التمثيل بينهم في مباراة. شفت إزاي برضو يعني ثقة الشركة المتحدة في الشباب، وإن هي تديهم أعمال كبيرة وإنتاج برضو وتهتم بهذه الأعمال ومتتأخرش يعني عليهم في حاجة، بحيث إن يبقى عندنا أبطال شايلين مسلسل من الجيل الجديد، الشباب اللي لسه في أول الطريق. صحيح. من ناحية الإنتاج شجاعة كبيرة واختيار كويس جدا للشركة المتحدة ان هي تدفع للشباب، ولما نشوف كده تاريخ المنتجين الكبار في مصر او في العالم هم المنتجين اللي عندهم الحتة دي، اللي هو يقدر يدي بطولة فيلم لوجه لسه اول مرة يمثل في حياته فيتحول الى نجم بين يوم وليلة. يعني ده حصل مع عبد الحليم حافظ مثلا، صح، حصل مع أودري هيبورن على المستوى العالمي، مع عشرات وعشرات من المواهب الشابة. مصر مليانة شباب موهوب في كل المجالات، وفي مجال التمثيل تحديدا كل سنة عندنا عشرات من المواهب الكبيرة بتولد. محتاجة رعاية، أولا محتاجة اكتشاف، محتاجة تدريب وفقر، ومحتاجة اكتشاف من المنتجين، ومحتاجة بقى كمان الأهم اللي هو متوفر في مسار إجباري، إنه يبقى فيه مخرج عنده اللي احنا بنقول عليه إيه، يعني الحساسية بتاعت العصر بتاعنا ده. عشان يعني إيه اللي يميز عصام عمر وأحمد داش؟ إن هم بيمثلوا بشكل طبيعي زي شباب اليومين دول، ما بيمثلوش بالطريقة التقليدية القديمة. تحس إنه الشباب اللي في حياتنا وفي بيوتنا اللي حوالينا، يعني أنت مع واحد عبد الحليم زي ما كان عبد الحليم بيغني لشباب عصره، صح، عكس الأغاني والغنى اللي كان موجود قبل كده. مظبوط. كمان مهم إنه يبقى فيه مواهب شابة وإن هم يمثلوا بالطريقة بتاعت الشباب دلوقتي. فعلاً. بروحهم، بأدائهم، لأن فن التمثيل بيتطور زي أي فن تاني، وكذلك احنا بنتكلم على عنصر واحد طبعا في كل العناصر بقى، في التصوير وفي المونتاج. يعني إذا مشينا ورا المسلسلات هنلاقي مواهب شابة، يعني ده في ولد اللي هو عامل مثلا تصميم المناظر والديكور بتاع جودر والحشاشين، يعني ما هو ده برضه ولد شاب، ما هو يعني صغير. وكذلك هنلاقي في كل العناصر الأخرى في شباب موهوبين جدا محتاجين ياخدوا الفرصة. نعم. أنا بشكرك طبعا جدا يا أستاذ عصام على هذا التحليل الفني طبعا لموسم دراما رمضان السنة دي. شكرا جزيلا لحضرتك، والحقيقة موسم ناجح فعلا، أعمال متنوعة، أعمال ضخمة عظيمة مشوقة، يعني الحقيقة موسم فعلا فعلا ناجح جدا. كل التحية لكل من قام على هذه الأعمال، من أول الشركة المتحدة لكل الفنانين وكل العناصر المشاركة في صنع هذا الموسم الدرامي الناجح.